طبعا زميلي ايهاب، ده كان لقاءنا مع كابتن حسام البدري المدير الفني للنادي الاهلي. اكيد كان لقاء هام جدا، اتكلمنا فيه في العديد من الجوانب المهمه التي تخص النادي الاهلي. اكيد بنتمنى كل التوفيق للكابتن حسام البدري، كل التوفيق ان شاء الله لفريق النادي الاهلي خلال الفتره القادمه، سواء في المشاركات الرسميه مع النادي الاهلي، سواء في بطوله الدوري، بطوله كاس مصر، ايضا بطوله دوري ابطال افريقيا ان شاء الله هنكون مقبلين عليها في شهر 3 بالتحديد. لكن خليني اقول لك ان انا لسه متواصل معاك يا استاذ إيهاب، وفي إطار طبعا الحديث عن مباراة الأهلي وأتلتيكو مدريد، خليني أخد معاك أول الحاضرين من النجوم العرب للمشاركة مع النادي الأهلي في هذه المباراة، وهو الكابتن إسماعيل عبد اللطيف لاعب نادي المحرق البحريني. طبعا برحب بك في البداية. حبيبي تسلم، مشكور ومشكورين يا أهل مصر عامة والنادي الأهلي خاصة على هذه الاستقبال والاستضافة الحلوة. منور مصر وهتنور النادي الأهلي إن شاء الله وأنت لابس التيشيرت بتاعه بكرة. ان شاء الله. والله اول شيء انا احب اعلن فخري وامتناني وشكري حق النادي الاهلي لاستدعائي لهذه المباراه. ان انا امثل النادي الاهلي هذا شيء كبير. النادي الاهلي يمثل يعني من افضل الانديه العربيه يمكن على مستوى افريقيا وعلى مستوى العرب ايضا. احب اشكر هيئه الرياضه برئاسه المستشار تركي آل الشيخ لجعل هذه المباراه الخيريه وريعانها اللي راح تكون حق اهالي الشهداء ان شاء الله. نتمنى ان هذه المباراة تكون ان شاء الله مباراة جميلة يستمتع فيها كل الحاضرين كل الجماهير ان شاء الله. قول لي، استقبلت ازاي دعوة النادي الاهلي بحضورك للمشاركة في هذه المباراة؟ والله طبعا اول شيء سمعت الخبر من السوشيال ميديا، من بعدها بيوم كلمني النادي بحيث ان النادي الاهلي عن طريق اعتقد شركة صلة كلم النادي وخاطبهم ان اذا في امكانية ان انا اشارك في هذه المباراة، فخبرني النادي. طبعا ما ترددت، بالعكس هذه شرف كبير ان انا امثل نادي كبير مثل النادي الاهلي، وبس وقمنا بالاجراءات اللازمه وهذا انا اليوم عندكم الحمد لله. رايك ايه في الشعار اللي بتحمله هذه المباراه وهو السلام ضد الارهاب؟ طبعا احنا كلنا كدول عربيه عانينا من الارهاب بشكل يعني كبير في الفتره الاخيره. اعتقد ان سواء مصر تمثل البحرين وتمثل الخليج كله، تمثل كل العرب. فاعتقد ان احنا نشارك ونساهم احنا كرياضيين في هذه المباراه، هذا شيء كبير وشيء بسيط احنا نقدمه حق الناس اللي اضحوا في روحهم عشان يعني عشان هذه البلد ولا عشان كل البلدان الخليجيه. يعني ها ما تمثل شهداء مصر فقط، تمثل الشهداء اللي في الوطن العربي كله. الرسالة اللي انت حابب توجهها للشهداء بالتحديد، وخصوصا ان هي المباراة دي او كل العائد الخاص بهذه المباراة سيوجه لأهالي الشهداء بشكل عام في مصر. اول شيء انا يعني حاب اقول لهم ان يعني شهدائكم هاي ضحوا عشان بلدكم وضحوا عشان بلدنا احنا يمكن شهداء جميع الدول العربيه. هذه المباراه يعني شيء بسيط احنا نقدمه لكم انتم وكاهالي الشهداء، وتاكدوا ان احنا معاكم ضد الارهاب، وراح نوقف ان شاء الله وجها لوجه ضد كل الارهابيين. احنا كرياضيين راح نوقف معاكم انتم كاهالي الشهداء لنقضي على افه الارهاب اللي اذت جميع الدول العربيه الفتره الاخيره. سؤالي الاخير ليك، ماذا يمثل النادي الاهلي بالنسبه لك وبالنسبه لدوله البحرين بشكل عام بقى؟ يمكن انتم ما تدرون شنو شعبيه النادي الاهلي في البحرين او سواء في الخليج بشكل عام. ترى انتم متابعين بشكل كبير للامانه، هذا مو مجامله. انتم نادي يعني النادي الاول في افريقيا. انا عن نفسي ما ابي اقول انا اهلاوي، بس انا اميل حق النادي الاهلي، احب العب النادي الاهلي، اتابع في البطولات الافريقيه ايضا الزمالك. يعني انا ما ابي اقول الاهلي والزمالك ولا الاسماعيلي، بس يمكن الاهلي الفتره الاخيره استطاع خصوصا في بطولات افريقيا وايضا في بطولات العالم اللي قام يشارك فيها كونه هو بطل افريقيا. فاعتقد ان النادي الاهلي عنده شعبيه كبيره جدا في البحرين في الخليج بشكل عام. شكرا، بشكرك. شكرا حبيبي، الله يسلمك، مشكور. ده طبعا كان لقائنا مع الكابتن اسماعيل عبد اللطيف لاعب نادي المحرق البحريني، هو اول الحاضرين للمشاركه في هذه المباراه. خليني اقول لك استاذ ايهاب ان هيتم وصول اللاعبين تباعا اللي تم استدعائهم او تم توجيه الدعوه من خلال النادي الاهلي ليهم عشان يشاركوا في هذه المباراه، واللي اكيد بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي بشكل عام في هذه المباراه، ونتمنى ان المباراه بالتحديد تخرج بالشكل اللائق والمطلوب الذي يليق بالنادي الاهلي وايضا يليق بكل جمهور الكره المصريه. عوده لك استاذ زميلي أمير هشام، بشكرك على